محمد من الطائف، تفضل بالسؤال. نعم طبعا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله. الله يرضى عليك يا شيخ، عندي سؤالين طال عمرك. نعم. والدتي توفيت رحمه الله قبل شهرين، وكانت لها أرض، والأرض هذه بعد ما توفيت عدلناها للبيع، كيف نزكيها يا شيخ؟ الأرض للورثة بعد وفاتها للورثة، كل يزكي نصيبه إذا بلغ النصاب يزكيه. نعم. يعني كل يزكي نصيبه. إيه نعم.